كقوى بحرانية في هذا المكان لنسجل موقفنا الموحد الرافض لورشة العار والورشة المزمع إقامتها في البحرين. هذا الموقف أردنا أن نسجله ونعلي صوتنا لنوصل صوت شعب البحرين الذي يحاصر ويمنع من التعبير عن رأيه وإعلان موقفه الرسمي والصريح. لذلك نحن اليوم اجتمعنا هنا في العاصمة طهران من أجل تسجيل الموقف الشعبي لأبناء الشعب البحريني الرافض لمثل هذه الورشة. شعب البحرين شعب متمسك بالقضية الفلسطينية ويرفض التطبيع، وإن هذه المواقف المخجلة التي يقدم عليها النظام الخليفي لا تمثل الشعب البحريني البتة، وأن شعب البحرين قد أعلن موقفه مرارا وتكرارا وقدم الشهداء في سبيل القضية الفلسطينية. اليوم هذه الورشة التي يزمع إقامتها في البحرين الهدف منها هي القضاء على القضية الفلسطينية، ونحن نرفض هذه الخطوة ونرفض هذه الورشة ونرفض كل الخطوات التطبيعية مع الكيان الصهيوني المحتل والغاصب لأرض فلسطين العزيزة.